بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني ومتابعي الكرام أينما كنتم. إن شاء الله في هذا الفيديو إخواني الكرام سأعطيكم بعض التوضيحات من خلال 5 رموز لحيوانات إذا رآها الرأي في منامه، فهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من أصدقاء السوء ومن الناس السيئة التي تريد أن تكيد لك أو تفعل بك مكرا لا قدر الله. ليس كل الحيوانات إخواني الكرام كما يراها كل الناس، فأنا دائما أشاهد يعني ردود أفعال الناس، فكل من يرى كلبا في منامه يقولون له عندك مس شيطاني، يعني كل الناس ممسوسة، كل الناس مسحورة، إذا أين الساحر وأين الحاسد وأين العائن وأين المعيون هنا؟ لا يمكن إخواني الكرام أن نحدد أن كل الناس مريضة، كل الناس مسحورة، كل الناس لا. فأحيانا بعض الرموز قد تدل على صديق السوء أو شخص ما يريد أن يكيد لنا مكيدة أو مكر. من جملة هذه الرموز إخوان الكرام، إذا رأيت ثعلبا في منامك، رؤية الثعلب إخوان الكرام هو شخص داهية. من أوصاف هذا الشخص أنه يعني عنده دهاء كبير جدا، شخص دائما تراه يميل إلى الانعزال، يميل إلى يعني العودة بالقرارات لنفسه، لا يريد شخص ما يشاركه في أموره، وإنسان يحب المظاهر كثيرا. هذا رمز الثعلب. يعني إذا رأيت ثعلب والشخص الذي تعرفه في حقيقة الأمر بتلك المواصفات فاعلم أنه هو، حتى لا نتهم ولا نظلم شخص. الذئب إخواني الكرام الرمز الثاني، وهو رمز الذئب. الذئب هو شخص إخواني الكرام مخادع وغدار، سيغدر بك لا محالة، لكن من صفات هذا الإنسان أنه يتقرب إلى أهله، شخص متقرب إلى أهله كثيرا، يعني معك أنت ومع غيرك تراه بأفعال غير جيدة، لكن مع أهله تراه بارا بهم وتراه محب لهم وتراه يعني لا يعصي لهم أمر، فتقول بسم الله ما شاء الله على هذا الإنسان. لكن من ناحيتك أنت أو من ناحية أي شخص صديق لا يمكن أن نعطيه الأمانة أبدا. ثم إخواني الكرام السنور. لمن لا يعرف السنور، هو من القطط البرية، هو كل الحيوانات يعني تقريبا الفهد، النمر، الأسد، اللبؤة، يعني أشياء مثل هذه هي كلها من السنوريات. لكن السنور هذا هو قط بري ضخم شوي على القط العادي، وخطر جدا جدا وخفيف جدا جدا. السنور رؤياه في المنام ليس بالضرورة أن يكون مس، بل إنه يدل على شخص ماكر، وقد يسبب لك أحزان كثيرة وألم كثير في حياتك لا قدر الله إذا دخلت معه في أمورك الخاصة أو دخلت معه في مواضيع حساسة شوي أو أعطيته سرك. فالسنور إذا رآه الإنسان في منامه وليس به لامس وليس به سحر فإنه صديق سوء لا خير فيه، قد يسبب لك لا قدر الله أضرار كبيرة جدا، فكن على حذر من هذا الشخص. ثم إخواني الكرام القرد. القرد أتفق مع كثير من المفسرين بأنه يدل على المس والشياطين والجن، لكن القرد هو إنسان ربما إذا شاركته قد يسرقك. إنسان إخواني الكرام لا يستقر على قرار، إنسان يعدك ولا يوفي بوعده، يعني كل مرة متقلب، يكذب وينسى بسرعة فيعود لك، يحب إلا مصلحته. هذا من صفات القرد في المنام يعني وما ينطبق عليه في الواقع. ثم إخواني الكرام الحيوان الأخير هو الحرباء. رؤيا الحرباء في المنام هو شخص يتلون، يعني شخص منافق. من صفات هذا الشخص أنه منافق. كيف منافق؟ يعني يقول لك كلام يذهب إلى غيرك، يقول لك كلام يكون مع من هو يعني لا يعرف كلام، يعني بعشرين وجه، مع أصحاب الدين متدين وملتزم ويخاف الله، مع الكفار كافر مثلهم، مع النصارى نصراني، مع اليهود يهودي، مع لا أعرف أخوان، مع الملحدين ملحد، يعني يتلون، لا يمكن أن تمسكه على قرار معين، فكن على حذر إخوان الكرام. وخاصة هذه الرؤى، رؤى الحرباء بصفة عامة يراها النساء بشكل متكرر، وهم أكثر الناس الذين أو أكثر الجنس الذين يرون هذه الرؤى. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.